رسالة جديدة، مناقشة رسالة جديدة من رسائل الماجستير. معانا الباحث علاء محمود عبد الحافظ، من خلال الرسالة بتاعته اتكلم عن تكنولوجيا التعليم. هو خريج تربية نوعية. خلونا نروح نتابع رسالته ونتابع كمان الرسالة الموجودة معانا من زميلنا محمد عز الدين مراسلنا، نتابعها معاكم وارجعوا لي مرة تانية. علاء محمود عبد الحافظ، درجة الماجستير بقسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة أسوان بتقدير ممتاز ودرجة 99. أسوان وفي أجواء مفعمة بالفرحة والسرور، منحت لجنة المناقشة والحكم درجة الماجستير للباحث علاء محمود عبد الحافظ المعيد بكلية التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم، بعد مناقشات علمية استمرت على مدار ساعتين ونصف برئاسة الأستاذ الدكتور الغريب زاهر إسماعيل أستاذ تكنولوجيا التعليم جامعة المنصورة رئيسا ومشرفا. المدرسة الجاذبة والباحث المتميز لإنتاج برمجيات التعليم الإلكتروني بنفسه في مجال تكنولوجيا التعليم، الرسالة اهتمت بأحدث الاستراتيجيات وبيئات التعلم الإلكتروني، وهي بيئة التعلم المصغر، لإنتاج أنماط تعليمية حديثة لتوظيفها في تحقيق القابلية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية والدافعية للتعلم. أنتج الباحث برمجياته بنفسه وحقق فكرة المدرسة الجاذبة، والرسالة تعد من أهم الرسائل في مجالات تصميم بيئات التعلم الإلكتروني بما تتميز به من أدوات وبرمجيات متنوعة تم توظيف فيها منهج البحث العلمي. الرسالة تم مناقشتها بوجود علماء مهمين في مجالات التخصص المختلفة، أشرف عليها علماء كبار من جامعة أسوان بالإضافة للغريب زاهر إسماعيل من جامعة المنصورة، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج الهامة التي نتمنى على وزارة التربية والتعليم بدراستها لتطبيقها في المدارس الابتدائية. مناقشة الرسالة بدأت بعرض تقديمي للباحث، استعرض الرسالة والنتائج والتوصيات، وقد أسفرت عن قرار اللجنة بقبول الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز. الرسالة تناولت موضوع غاية في الأهمية، وهو أحد المستحدثات التكنولوجية اللي يمكن الاستفادة منها في تطوير التدريس للغة الإنجليزية في صفوف المرحلة الابتدائية، وهو بيئات التعلم المصغر أو المايكرو ليرنينج انفايرومنتس. بيئات التعلم المصغر مستحدث تكنولوجي بيفيد كتير في جعل الحمل المعرفي أو العبء المعرفي المقدم لأطفالنا يبقى في طور المعقول، مناسب لخصائصهم ومناسب كمان لطبيعة سريع الآن. وكمان في متغيرين تابعين فيهم مشكلة حقيقية في الفترة الأخيرة، الدافعية للتعلم من جانب الأطفال الصغيرين وقابلية هذه البيئات للاستخدام والتعميم. للأسف الشديد في قدر من البحوث أشار إلى انخفاض دافعية أطفالنا الصغيرين للدراسة بصفة عامة ولدراسة اللغات الأجنبية، فكون إن احنا نقدر نصمم لهم بيئات تعلم إلكترونية يستخدموا فيها التعلم النقال أو الموبايل ليرنينج في الدراسة والإلمام بالمفاهيم والمصطلحات والعبارات والقراءة والتحدث في اللغة الإنجليزية، هيكون شيء جميل جدا. اللغة الإنجليزية لغة غاية في الأهمية بالنسبة للعصر الرقمي اللي احنا بنعيش فيه، فكون إن الطالب يدرسها من خلال استخدامه لشبكات الإنترنت في بيئات التعلم المصغر، ده شيء في منتهى درجات الأهمية للحاضر والمستقبل بإذن الله تعالى. جامعة أسوان وكلياتها تحرص على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي، وتسعى دائما إلى تحقيق رؤيتها العلمية والبحثية والتنويرية وخدمة المجتمع المحلي. من كلية التربية النوعية جامعة أسوان، كنت معكم محمد حسن عز الدين لقناة طيبة.